صح الله لسانك والله يا ابو خالد. دينك طال عمرك. ابو سعيد يقول الايام يا صاحبي ما هي بمضمونه، وبكل ما يلفت الانظار مليانه، فيها العجيب الغريب يعد طبلونه، والمنطق يعيش تهميشه وحرمانه، المجتمع في التمادي باح مكنونه، وضيع تقاليد شبانه وجدانه، حتى لجر غير التيار مضمونه، ما عاد عنوانها الاول بعنوانه اللي سوى الخلق الله يشوفونه اكثر من اللي لوجه الله سبحانه. المجتمع في التمادي باح مكنونه، ضيع تقاليد شبانه وجدانه، مع كثر مشهوره الفارغ ومجنونه، كثر ورواته وشعاره وشيخانه، والشعر بابياته الندر وبلحونه، يطلع قبوله على من كتب في شانه، وجه ابيض الوجه لا كوبه ولا خانه، الطن فيه الظنون وياصل اظنونه، وجه ابو وجهين من رخصه ومنهونه، ما له مع اهل الوجيه الطيبه خانه، يبقى على وضعه ولونه على لونه، لو تظهر الشمس بكره بين حجانه. الله الله الله.